قولي لي كل حاجه تعرفيها عن الدكتوره دي، اسمها ايه، شغاله فين، ساكنه فين. يا طارق يا طارق، مش مهم، كل ده مش مهم دلوقتي. بقول انا حامل. حامل ايه؟ الواد ده لازم ينزل. بص يا فرح، احنا عشان نعرف نحل الموضوع ده بطريقه كويسه انا هبقى هادي خالص. اوكي اوكي اوكي. انا برضو ما خدتش اجابه على سؤالي، انتي هتنزلي امتى؟ بقالك ساعه عماله تلفي وتدوري، واصل صاحب العينه واصل مراته. ما يولعوا بجهاز يا فرح، ما يولعوا بجهاز. هتنزلي امتى يا فرح؟ هقول لك كل حاجه طارق، بس اصبر اصبر. مبدئيا في حاجه انت لازم تبقى عارفها كويس قوي. مفيش اي حاجه في الدنيا دي بتحصل من غير سبب، وبيبقى محسوب لها حساب كويس جدا. دي حاجه انا مؤمنه بيها بصراحه. ونعم بالله يا ستي. ردي عليا يا فرح، هتنزليه امتى؟ بص انا هقول لك كل حاجه وانت بتوصلني. ممكن توصلني لحد جوه اقول لك كل حاجه عادي؟ اما طولك يا روح. فزي ما كنت بقول لك، مراته اصلا من قبل ما هو بقى يجيله سرطان، وهي هتموت ويخلف وحرام، فشالوا العينه دي في المستشفى علشان بعد العلاج هو فرصه في انه يخلف تقريبا هتكون معدومه. دقيقه كمان رغي وفرصتي انا اللي هتبقى معدومه. فرح. نعم. هتنزليه امتى؟ ما انا هقول لك يا طارق. بص بصراحه انا كنت بحكي لك كل الحكايات دي عشان اقول لك حاجه واحده، مش هنزله. فرح، ايه شغل العيال ده يا فرح؟ افتحي يا فرح. طارق ما تخافش يا طارق، انا فكرت في الموضوع ده مليون مره وعندي حل لكل حاجه. حل؟ حل ايه؟ افتحي يا فرح، انت لو ما فتحتيش دلوقتي مش هتشوفي وشي تاني. مش هفتح يا طارق، ما انت عمال تخبط وترزع، انا خايفه. فرح انا مش بهزر، لو ما فتحتيش دلوقتي مش هتشوفي وشي تاني. انا اسفه يا طارق، معلش ما تزعلش. ماشي ماشي يا فرح. يعني لو ما كانش عندك تصوير في الغردقة ما كنتش هتشوف البنت؟ والله يا ستي لسه شايف المسج بتاعتك من كام يوم. بس من سنة ونص لسه شايفها من كام يوم؟ وهي دي حاجات برضو تتبعت على الفيسبوك يا ديدا؟ عامل لك ايه؟ ما عقبال ما عرفت الاقيك ما كانش قدامي غير صفحة الفيس. كانت مسروقة والله العظيم، كانت مسروقة. ماجد دوت الفي اوفيشال كانت مسروقة، ولسه مرجعها من كام يوم. ولما رجعتها الراجل اللي ماسك الصفحة قال لي اتفضل، في حد بيهزر معاك. طب يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز اشوف بنتي. خيك بنفسه كان هيشتكيكي بالنقابه يوقفوكي عن العمل وتقولي لي بشتغل. انا هفضل اشتغل لحد ما يوقفوني رسمي. اللي عايز يشتكيني يتفضل. ست عليا، انت مستوعب اللي عملتيه؟ مستوعب اللي صار؟ كيف اصلا بعدك عم تيجي على المستشفى؟ هيحصل ايه يعني يا مريم؟ هيحصل ايه؟ اوعى من قدامي بقول لك. هي فين؟ الحقيقة. في واحد بره بيسال على دكتورة نسا اسمها نادية، وشكله كده بيسال عليكي، ولو قفشك هي. بقول لك ما دام حد عايز يقول لي يا فين، انا هخش عياد. يا نهار اسود، اعمل ايه؟ اروح فين؟ هي فين؟ في ايه حضرتك؟ في كشف نسا دلوقتي وحضرتك ما ينفعش تدخل. الدكتورة نادية فين؟ ما فيش حد اسمه نادية دلوقتي، دلوقتي في دكتور ايمن هو اللي بيكشف. ما انا هجيبها يعني هجيبها. ماشي اتفضل. يا ابني ركز معايا شويه، ابوك جاي الحفله دي. دي المشكله، لو جه وعرف اللي علي عملته هتبقى مصيبه وهيمسك فيا انا. انا برضو لحد دلوقتي لسه مش فاهم، انت مالك باللي علي عملته؟ مالي ازاي بس يا زين؟ انا اللي وقفت قدامه لما ما كانش عايز يخليها تنزل الشغل تاني، قلت له لا خليها تنزل الشغل ده هيبقى احسن وهتعرف تخلص من اللي هي فيه وبتاع. دلوقتي بقى هيقول لي انت ما خدتش قرار صح بخصوص اختك، ما بالك بقى استثمار كبير داخل ومش عارف ايه. انا مش عايز مشاكل اكتر من كده مع بابا، كفايه اللي موجود. اي سي اي سي. هي بصراحة غلطتك يا شادي، مش هضحك عليك. أنت عارف إن علي ما بيجيش من وراه غير الكوارث. كان المفروض من الأول أعمل زيه، أمنعها إنها تشتغل حتى ولو بالعافية. هي صحيح النقابة منعتها عشان كشفت على مريضة وهي سكرانة؟ أنتِ تحمدي ربنا إنه ما كسرش نافوخك. بيبي إيه يا بنتي اللي أنتِ مش هتنزليه؟ ما دام بتعملي الصح يا فروحة يبقى خير. صح إيه يا ست أنتِ؟ أنا بلف على كعوبي من الصبح بسأل كل الناس، قالوا يستحسن إنه ما ينزلش، ده إن ما كانش حرام، وعموماً أنا قلبي مطمن لكده. فرح كلميني زي ما بكلمك. ايوه ماما. انت عايزه تضحي بحياتك عشان اتنين اغراب وتخلفي لهم؟ خلفت ايه يا بنتي؟ ده هيبقى ابنك. لا يا ماما لا. هو قال لي لا، انت هتجنني. بصوا بقى، بصوا بصوا اسمعوني، انا وصلت للنتيجه دي بعد تفكير ساعات طويله جدا.
كان هيغمى عليا من كتر التفكير. الكابوس اللي انا فيه ده ملوش غير حل واحد بس هو اللي هيرضي جميع الاطراف، وهو التالي: انا هكمل حمل، هتجوز شادي جواز على ورق، هطلق بعدها على طول، 9 شهور اولد، اديهم البيبي، اتجوز طارق، ارجع اكمل حياتي عادي جدا. طب وابنك يا بنتي؟ هشترط عليهم ان يكون من حقي اشوفه في اي وقت واطمن عليه في اي وقت، ولو حسيت للحظه واحده انه مش هيكون مبسوط معاهم هاخده منهم. لو حسيت اصلا للحظه وانا حامل ان هم مش هيخلوا بالهم منه هنزله. حرام عليك يا فروح، طب والبيبي ذنبه ايه بس؟ ومن اللحظه دي، من اللحظه دي كلنا فاهميني، كلنا لما هنتكلم عنه مش هنقول بيبي، ابنك، الحاجات اللي بتوتر دي مش هنقولها خالص، هنسميه حاجه تانية، هنسميه وامانه يا دنيا. امانه، الامانه، امانه، امانه. من اللحظه دي انا مش عايزه اي ابتزاز عاطفي ولا حرام عليك يا بنتي ضناكي والحاجات دي خالص. يو ده جمال، مش وقته خالص. ماما اسمعيني لو سمحتي. سامعاكي. هي دي الخطه اللي هنمشي عليها كلنا، مش عايزه اي حاجه تغير الخطه بتاعتي لحد ما الامانه توصل لاصحابها. انا مفيش في دماغي حاجه غير موضوع الطلاق ده. يا ابني عقل بقى، انت مش قايل ان انت كاتب لها مؤخر خرافي معكش نصه حتى؟ وبعدين في حاجه بقى، انت لو طلقت مش هتشوف البيبي. فرح دي كلمت مع نادين وقالت لها انها مستعده تخلي البيبي بس عشان تشوفه وسطكم. يعني اسره جميله سعيده من اللي بيطلعوا في الكتب دول. وبعدين بص شوف، طلع عينها عشانك، عرفت ان باباك جاي الحفله وان انت قلقان، فجابت له السمكه اللي هو بيحبها ونزلت تتمم على كل حاجه بنفسها. وبعدين انت ظالم بقى بصراحه، اديت فرصه لاختك رغم الفضيحه اللي هي عملتها وكانت هتدمر لك حياتك، والبلاوي اللي ما بينك وبين ابوك مش فارقه معاك وبرضه بتدي له فرصه رغم ان انت عارف ان هو لحد دلوقتي لسه مش شايفك قد المسؤوليه. وجع اللي بتحبك بجد وقلبها عليك وطالع عينها عشانك وتقول لا، تبقاش ظالم بقى. رجع تاني يا طارق. يا طارق. ايوه الست رجعت تاني. مالك يا ابني في ايه؟ لا مفيش. يا شباب انا كنت قلت لكم ان قريب جدا هيبقى معانا في القضيه حد من الانتربول. اخيرا وصل نقيب نهاد، امريكيه مغربيه، هي تقريبا عارفه كل اللي وصلنا له. بس انا بقى يا شباب عايزكم تقعدوا معاها تحكوا لها كل التطورات الجديده في القضيه. جو هات. لحد دلوقتي ما وصلناش لاي جديد، احنا بنراقب زين. زين ده يبقى عارفه مدير الاوتيل. بالظبط كده. فؤاد باشا شايف ان هو حلقه الوصل اللي حدد لنا على عصير غول. شخص ما نعرفش هو مين ولا حتى شكله ايه. لانه مات. اخر مره حد سمع عن عاصر غول كان من 4 سنين. 4 سنين. وبالتالي تفتيش وراه مشفوط على الفاضي. يعني دي نظريه مطروحه برضه. هذا التفسير الوحيد. لما راس اكبر شبكه مخدرات بطول ساحل البحر الاحمر يصنع عنه زيرو معلومات خلال 4 سنين، ده معناه انه بانك تحت التراب. يعني دي ممكن تكون فتره كمون بيجهز لحاجه اكبر. عن طريق مدير اداري اوتيل طول يوم مع عشقته؟ ما اعتقدش. عشقته دي ممكن تكون خيط مهم، احنا ما نعرفش هي مين لحد دلوقتي. مرات ابن صاحب الاوتيل اللي بتروح لزين دي نادين هانم، مرات شادي بيه ابن كمال وهدان صاحب الاوتيل. شادي انا مش عايزه البيبي عشان اكون ام وخلاص، انا عايزه اكون ام ابنك انت. اديني فرصه تانيه، عشان لو انت بطلت تحبني فانا ما بطلتش احبك لحظه واحده. لا 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 مش مقتنع، انا لو مكانه مش اعمل ايه تاني يعني؟ استخدمي اقوى سلاح حريمي في العالم يا حبيبتي، الدموع يا نادين. انا اللي هقولك. انا مش قادره اصدق ان انا مضطر حنن قلبه عليا بالمنظر ده. نادين انا من كتر ما بكلمه عليكي خلاص حاسس ان هو يبتدي يحبك بجد. لازم تلعبي معايا شويه يا حبيبتي. شادي مفيش حاجه على لسانه غير الطلاق. انا مش فاكره اخر مره عيطت فيها كانت امتى، تقريبا من اعدادي مثلا. بصي حكايه البيبي دي مش مضمونه خالص، شادي لازم يحبك او على الاقل يقنع نفسه بان هو ممكن ان هو يحبك،
دي الطريقة الوحيدة يا حبيبي اللي هنعرف ان احنا نطول بيها فترة الجواز. فترة الجواز اطول يعني فلوس اكتر، ويا لو في بيبي يبقى خزنة قلوة هدانة اتفتحت لك ونخلع انا وانتي من كل الصداع ده. اتفقنا؟ اتفقنا. هتعيطي؟ انسى. لوقت بسيط فرح حست انها رجعت تتحكم في حياتها. دلوقتي بقى في خطة، بقى في ترتيب، بقى في شادي. فرح ازيك؟ مستر شادي ازيك؟ ممكن اكلمك في موضوع بخصوص البيبي؟ قلتلكم انه للاسف كان وقت بسيط. اه طبعا اتفضل. انا عرفت انك كلمتي مع نادين مراتي هي لطيفه قوي، واتفقنا نتقابل قريب وتطمني اكتر ان انتم متفاهمين وجاهزين تستقبلوا البيبي يعني. طب ومهم بالنسبه لك جدا طبعا ان احنا نبقى متفاهمين وكويسين مع بعض مش كده؟ اه طبعا، يعني ده السبب الوحيد اللي خلاني فكرت في الموضوع. طبعا اكيد اكيد. حضرتك كنت عايز تقولي حاجه؟ شادي كان عايز يقول لها الحقيقه وهي انه هيطلق نادين، بس قرر يحاور عليها. هو انت هتناوي ترفعي قضيه على عليا؟ دكتور عليا؟ اه طبعا. انت عايز ترفع عليها قضيه انت كمان؟ في الاخر عليا اختي، فانا مش برضه. اخت مين؟ اختك؟ هو انت ما تعرفيش؟ اختك اختك؟ بصي يا فرح، انا ما سمحتهاش على اللي حصل وناوي ان انا ثانيه واحده. عشان كده يا اما انتوا متفقين عليا يا اما دي الكاميرا الخفيه يا اما مسلسل عربي. ايوه احنا في مسلسل عربي. فرح، لو اختي اترفع عليها قضيه تاني يوم الخبر هيبقى على الانترنت وفي كل الجرايد. انت مش متخيله ده ممكن ياذينا ويؤذي سمعتنا قد ايه. ارجوكي اقعدي مع المحامي بتاعك وشوفي التعويض اللي انتوا هتطلبوه، وانا هوفر عليكم القضايا والاجراءات وكل الورق والكلام ده كله، وهديكم التعويض اللي انتوا عايزينه واكتر من اي تعويض ممكن تاخديه في اي قضيه.